اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. وعندنا النهارده اكتر من موضوع، وطبعا هنتكلم على موضوع تحديد الامتحانات، مساله عوده. احنا بنتكلم على عوده الدراسه ولا لا؟ الحقيقه الاخبار واضحه جدا بالنسبه لحضراتكم. هنتكلم كمان عن موضوع مهم جدا اعلنته قناه تركيا الرسميه. بس خليني اقول لحضراتكم انه في ارقام تليفونات، سواء بنتكلم على المحمول او على الارضي، للتواصل معانا، لان كل يوم اثنين ان شاء الله هنحل في صاله التحرير مشاكل حضراتكم. ربنا يقدرنا كده يعني، ونبذل مجهود كبير قوي عشان نحل مشاكل حضراتكم. بعتوا لنا بقى على الاس ام اس، وبعتوا لنا، كلمونا على التليفون، وبعتوا لنا على صفحه البرنامج كمان، علشان نحاول كده ان احنا نحل المشاكل لحضراتكم. الارقام هتكون موجوده امام حضراتكم حالا. ارقام التواصل على برنامج صاله التحرير للاتصال من اي محمول على 5774، نتكلم على الخط السريع، الاتصال على خط أرضي 09774. نتكلم كمان إنه حضراتكم ممكن تبعتوا لنا رسالة على الاس ام اس على 2320. الأرقام موجودة على حضراتكم، يا ريت يعني نخليها كده شوية للسادة المشاهدين في انتظار أي مشكلة تقابل حضراتكم، أي مساعدة من صالة التحرير احنا مش هنتأخر على حضراتكم فيها. هتكون كل يوم اثنين فقرة ثابتة ان شاء الله في صالة التحرير، ونحاول بقدر الامكان نبذل مجهود ونحل لحضراتكم اي مشكلة انتوا فيها، لا قدر الله يعني. حبش ان حد يبقى عنده مشكلة اصلا يعني. التعليم بمناسبة الرد على فكرة الامتحانات، لأنه الهاشتاج على تويتر أنه يعني أجلوا الامتحانات، وولادنا أمانة، ولادنا مسؤولية، وخافوا عليهم، وحاجات كتيرة جدا. إحنا عايز أقول لحضراتكم آخر تصريح خاص بالتعليم، وزير التعليم قبل ساعات من مؤتمر تحديد مصير الامتحانات بكرة، دكتور طارق شوقي صرح وقال أن يوم 14 اليوم ده هو اللي هيعلن في طريقة الامتحانات، والامتحانات هتبقى عاملة ازاي وإلى آخره. هيكون بكرة في مؤتمر صحفي، دكتور طارق شوقي هيعلن ده. لكن قال كمان النهاردة قبل ساعات من المؤتمر الصحفي لتحديد مصير الامتحانات، قال إنه سلامة الطلاب أهم. بس برضو ما تفهموش التصريح ده كده غلط. يعني فكرة سلامة الطلاب أهم، ممكن كده تتوقعوا حضراتكم بانه ممكن الامتحانات تتاجل زي ما انتم بتطالبوا على السوشيال ميديا. ما اعتقدش. ليه؟ لانه انخفاض الاصابات، وده تصريح تاني، انخفاض الاصابات بكورونا ده بيدعم فكره انعقاد الامتحانات واستكمال الدراسه. مش كده بقول لحضراتكم ما تاخدوش خبر واحد كده، لكن الحقيقه البيان الاصلي بقى هيكون بكرة إن شاء الله في المؤتمر الصحفي. بس أنا بقول لحضراتكم الامتحانات في ميعادها، ويوم 20 فبراير، لأنه يوم 17 فبراير الجامعات المصرية هتفتح الباب للطلبة اللي بيروحوا المدن الجامعية وبيعيشوا فيها ويقعدوا فيها. قالوا ليه بقى الكلام ده؟ لأنه يوم 17 هيبدأوا يروحوا يسكنوا في الأماكن الخاصة بيهم. ليه؟ لأنه مدينهم 3 أيام فرصة كده أنهم يرجعوا فيهم قبل الامتحانات. فبالتالي المدن الجامعية هتشتغل وتستقبل الطلبة من يوم 17 عشان يجهزوا لامتحانات 20 فبراير. هنكمل الترم الثاني من الدراسة ولا مش هنكمل؟ أنا يعني غير أن أنا بتوقع، أنا بتمنى أن احنا نكمل الدراسة عادي جدا، رغم ان كله بقى شغال. لا ارجوكوا بلاش، عشان صحه الولاد وعشان الخوف عليهم، اجراءات الاحترازيه. ونفس الامتحانات اللي حصلت السنه اللي فاتت نفس الحكايه، وكنا حذرين جدا، كان في كل الاجراءات الاحترازيه، وتمت الامتحانات الحمد لله بسلام. ايه تاني هنتكلم فيه قبل ما اقول لحضراتكم ايه تاني عايز اقول لحضراتكم؟ الشروق بكره بتقول لحضراتكم ايه؟ الشروق بتقول تصريح لوزير الخارجيه سامح شكري، صرحوا بيقول كل وضع له رد الفعل المناسب. ده فيما يتعلق بإيه؟ فيما يتعلق في ملف سد أزمة أزمة سد النهضة. لك كل وقت ليه كلامه، وكل فعل ليه رد فعل في التوقيت بما يتناسب معاه. طيب
اليوم السابع بتقول ايه لحضراتكو؟ اليوم السابع بتقول انه السيد الرئيس شدد على الاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات، وحياة كريمة تغير مستقبل كرة الأنطرة شرق بإسماعيلية. دي الجرايد اللي هتكون في ايد حضراتكو بكرة. موضوع اللي المهم بقى ايه هو؟ في قناة تركية حكومية، يعني قناة رسمية تركية اسمها TRT1. القناة دي عرضت خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقع، متوقع سنة كام؟ متوقع سنة 2050. القناة دي عرضت خريطة لتركيا سنة 2050 هتبقى عاملة ازاي وايه اللي عرضتها. دي قناة تركية حكومية عرضت الخريطة وأظهرت فيها إيه؟ أظهرت فيها توسع تركيا، والتوسع ده شامل مين بقى؟ شامل مصر وشامل السعودية، إنها هتضم يعني مصر والسعودية، كازاخستان، وامتداداً لغرب ليبيا. الخريطة دي مين بيروج ليها من خلال المحطة الحكومية؟ بصوا هما جزئين، محطة حكومية تركية، ومين اللي بيروج لده؟ اللي بيروج لده جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في تركيا، وأيضا اللي بيدعموا نعتبرهم أنصار الخلافة التركية. الخريطة كمان ضمت اليونان وضمت قبرص ودول الخليج. هل احنا ينفع نسيب الخريطة دي موجودة ويتم الإعلان عنها وبنتكلم على قناة حكومية تركية، ولا المفروض نعمل ايه؟ طبعا اكيد احلام اردوغان وكل تركيا أوهام زائفة، لكن احنا هنتوقف بس حول ده ولا مفروض نعمل ايه؟ خليني اخد رأي سيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ عزة، تحياتي لحضرتك. قريت الخبر؟ قريته. طيب ايه بقى بعد ما قريته؟ ايه الرد اللي ممكن نرده؟ شايف ايه؟ طيب أنا شايف إنه بداية ده بالأساس والتركيز على إنه بيرفع النعرة القومية في الداخل التركي ووضع هذا الحلم. إحنا أردوغان بيبني فشل المستمر اقتصاديا وفي مجالات مختلفة، طبعا القمع السياسي اللي بيتم في تركيا بيبني أسباب لكل ذلك، أنه يذهب نحو حلم حلم التوسع التركي، استعادة الدولة العثمانية، حلم ما يسمى بحلم الوطن الأزرق، السيطرة على البحار الثلاثة، امتداد تركيا إلى البحر الأسود وإلى بحر إيجا وإلى البحر المتوسط، والسيطرة على كل هذه المنطقة بالكامل. والحقيقة أنه من خلال ده هو بيروج من خلال القناة الحكومية اللي عرضت هذه الخريطة أنه بيعزز أن هذه النعرة القومية. خد بالك كون أنه التقرير ده يتعارض او الخريطه دي تتعارض على قناه حكوميه تركيه، غير ما نقول انها بتتعارض على قناه اخوانيه، واخد بالك يعني؟ نعم يعني بالتأكيد. ايوه بالظبط. ده هي هي الخبر هي ده انا جايباه من السي ان ان، هو اللي قايله. اتفضل. نعم صحيح، يعني بالتاكيد زي ما حضرتك تفضلتي ده بيعطي يعني معاني معينه في وبعد قناه آخر. رسميه حكوميه بتعرض هذا الامر، وبالتالي ده بيعتبر أنه رأي رسمي لي أو توجه رسمي من قبل النظام التركي في دعم هذه الفكرة وفي الترويج لها. والحقيقة أنه طبعا زي ما حضرتك تفضلتي هذه الخريطة شملت كل من سوريا والعراق والأردن ومصر والسعودية وليبيا واليونان وقبرص، بالإضافة طبعا لدول ما وراء القوقاز وكازاخستان وجنوب روسيا. نعم أيوة طبعا بالتاكيد انه زي ما قلنا دي الخريطه بتشمل قصه او موضوع حلم الوطن الازرق والتمدد التركي بشكل كبير، لكن كمان اللي لفت نظري ويعني هو انه لم تشمل هذه الخريطه الاراضي المحتله في فلسطين، وبالتالي ده ايضا بيعطي رساله. ده هم موضحينه ما عدا اسرائيل. نعم نعم نعم، فبالتالي هو بيعطي رساله طمانه لاسرائيل انه هذا المشروع والحلم التركي لن يتمدد نحو إسرائيل ودولة إسرائيل، وبالتالي ده كمان يدينا معاني أخرى بأنه ما تعمل عليه تركيا هو بيصب لصالح مين؟ هو بيصب لصالح
الدول اللي ليها عداء تقليدي مع البلدان العربية واللي بتحتل الأراضي. يمكن تركيا بتسعى من خلال استعادة نفس الطريقة اللي قام بها السفاح سليم الأول في احتلال البلدان العربية قديما، هي نفس الطريقة، استخدام الدين واستخدام الجماعات الدينية والجماعات المتطرفة. الجيش التركي سواء كان الجيش التركي الرسمي أو عن طريق المرتزقة متواجد بالفعل في 10 دول في المنطقة، بتشمل الخريطة اللي وضعت اليوم على الشاشة القناة الحكومية. هناك بالفعل 10 دول من هذه الدول ومن هذه الخريطة متواجد فيها قوات عسكرية تركية، سواء كان من الجيش التركي رسمية أو حتى من قوات المرتزقة ومن قبل المرتزقة. وإحنا بنشوف الخريطة اللي امتدادها ناحية الغرب، سنجد أن نهاية الخريطة عند ليبيا، وبالتالي ده بيعطي انطباع لماذا بتضع تركيا أقدامها بقوة وبتسعى لوضع قوات من أو جماعات من المرتزقة في ليبيا، لأنها نهاية الخريطة غربا. وده أيضا بيعطي لأسباب دعم النظام التركي لجماعة الإخوان، سواء كان التنظيم الدولي أو جماعة الإخوان في مصر، دعمهم بشكل كبير لأنهم جزء من المشروع التركي ومشروع التوسعي لأردوغان في هذه المنطقة. نعم نعم. بس سيادة النائب، يعني احنا المفروض لما انا اشوف خبر زي ده وموجود على السي ان ان والفيديو موجود على القناة التركية الرسمية، وانه بيدعموا طبعا طبيعي جدا الاخوان وايضا انصار فكرة الخلافة، يعني بعيدا عن باقي الدول، يعني مع احترامي كل دولة ليها سيادتها وكل دولة ليها هي حرة في الشأن الداخلي الخاص بيها أو ما يروج عنها، لكن أنا هنا أمام البرلمان، ماذا نفعل في تقدير حضرتك أمام هذا الخبر؟ مصر الحقيقة من خلال البرلمان ومن خلال مؤسساتها، مصر هي بتقود مشروع الدول الوطنية في مواجهة الأجندات الخاصة بالدول التوسعية في المنطقة، وده واضح جدا. مصر بتساعد دول المنطقة المختلفة سواء كانت دول عربية أو غيرها زي اليونان وقبرص، وفي أحلاف قائمة بين مصر وبين العديد من دول المنطقة في مواجهة المشروع التركي، في مواجهة المشروع الإيراني. المشروعات التوسعية اللي ليها علاقة بأحلام قديمة بيتم استدعائها الآن، ومحاولة الترويج ليها واستخدام الدين فيها بشكل كبير واستخدام المذهبية. المشروع المصري هو مشروع منذ ثورة 30 من يونيو، وهو مشروع مناهض لهذه المشروعات. والحقيقة انه نجح في تثبيت خطوات مهمة وخطوات قوية على كافة الأصعدة، واحنا بنشوف القاهرة وبعض محافظات مصر تستقبل وفود. احنا الغردقة استقبلت وفود من ليبيا، القاهرة استقبلت وفود من الفصائل الفلسطينية وغيرها من محاولات مصر الدؤوبة والسعية نحو مواجهة هذه المشروع. احنا دورنا كبرلمان عن طريق الدبلوماسية البرلمانية بنعمل بالتوازي للجهود الدبلوماسية الحكومية والرسمية في مواجهة هذه المشروعات وفتحها أمام المجتمع الدولي وفتحها. ده اللي أنا نفسي منكم، يعني نفسي إن أنتوا تعملوه، يعني فكرة بالتأكيد فتح. هذا دورنا، وإحنا يعني سنكثف من دورنا ده خلال الفترة المقبلة في المحافل البرلمانية والمحافل الدولية، لأن من المهم أن يتعرف البرلمانيين ونظرائنا من البرلمانات ذات التأثير في السياسة الدولية، أن يتعرفوا على الإجرام والمساعي التي تحدث من جانب النظام التركي اللي بينتهك القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق هذا الحلم المريض، في ظل أن العالم يعني في العالم انتهى من فكرة القوميات الكبيرة ومن فكرة التمدد الاستعماري. يعني هم الحقيقة بيستدعوا جزء من التاريخ انتهى، ومن المفترض أننا أمام الحفاظ على كيان الدول الوطنية والحفاظ على عدم المساس بأي دولة وفقا لأحكام القانون الدولي. يعني بتمنى أن ده يحصل بشكل سريع سيادة النائب طارق الخولي، يعني اللي حضرتك قلته ده كفكر البرلمان في تقديمه، أنا بتمنى أنه ده يحصل بشكل سريع. شكرك فندم، شكرا جزيلا. خليني أخذ زاوية تانية ورأي تانية. رحب بدكتور أحمد الخطيب مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا بك، أهلا بحضرتك دكتور أحمد. دكتور أحمد،
خبر زي ده والتلفزيون المحطة التلفزيونية الرسمية التركية تروج لهذا الفيديو وهذه الخريطة الجديدة وفكرة السيطرة وفكرة الخلافة، حضرتك شايف ده ازاي؟ يعني اقل وصف طبعا، يعني انا يعني باعتباري رئيس ومدير مركز مستقبل الوطن الرئيسي والاستراتيجية، فمحتاج طبعا انا استخدم الفاظ موضوعية كثيرة، لكن خليني اقول انها في التقييم والميزان السياسي هي نوع من البجاحة السياسية. يعني هم يعلنون ذلك ويسوقون له، وده بيأتي في إطار السياسة التصعيدية اللي بيتبعها نظام أردوغان تجاه دول المنطقة. يعني تركيا انتقلت من سياسة خارجية تسمى بتسفير المشكلات أو سفر مشكلات مع الجيران، مع الدول المجاورة والدول الإقليمية، إلى دولة تستخدم القوة، إلى دولة تريد أن تفرض أجندتها على دول المجاورة، حتى وإن وصل الأمر إلى استخدام القوة العسكرية. شهدنا ذلك في سوريا، شهدنا ذلك في ليبيا، ولولا الإرادة المصرية القوية والقيادة السياسية الحكيمة التي تفهم أبعاد الموقف والإعلان عن أنه لن يمكن لتركيا الاقتراب من الخط الأحمر، سيكون هناك حديث عن تحرك مصري حاسم، عندها توقف الأمر. أيضا مصر لم تتوقف عند مرحلة التحذير أو التهديد، لكن لاحظنا أن هناك تحرك في كل خلينا نقول الدوائر، في الدائرة الشرق أوسطية أو الشرق متوسطية لقينا مصر رايحة بتنسق بشكل مكثف ومستدام مع قبرص واليونان، وشفنا مصر بتنسق بشكل كويس جدا مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حتى إيطاليا. في المجال الآخر العربي، مصر يعني تدعم بقوة التقارب ما بين الأطراف داخل ليبيا للخروج من الأزمة. يعني فكرة الاستقرار هي فكرة تصب في مصلحة ليبيا وتصب في مصلحة الأمن القومي المصري. مصر حاولت رعاية حوار حقيقي في مدينة الغردقة، وبدأنا نشوف مخرجات حقيقية على الأرض. أيضا في التقارب مع الدول التي ذكر اسمها في الخريطة المزعومة، لقينا أن في تحرك مصري إيجابي جدا مع الأردن وتنسيق دائم. بالنسبة للسعودية تحرك أيضا دائم ومستمر. لقينا أن بدأت مصر حتى تقبل بالحلول العربية من أجل الخروج من منطقة مأزومة إلى منطقة مستقرة، وشفنا التصالح مع دول الرباعي العربي ومنها مصر مع قطر. وعجبني طبعا يعني حتى حديث وزير الخارجية المصري يتحدث أننا إذا كنا قابلنا المصالحة فإنها ليست مصالحة مطلقة، وإنما هي تخضع أيضا لتقييم ومتابعة ورصد لكل ما هو جديد. وبالتالي مصر تتحرك بشكل منضبط، تتحرك بشكل يعني في تنسيق ما بين جميع الأطراف، كل الأجهزة المعنية في الدولة المصرية، يعني سيمفونية وتناغم واضح. وده بيؤكد ان يعني الامن القومي المصري الان في مصر بيتم رؤيته بصورة متكاملة، ليس مجرد الحديث عن بعد معين، حتى في الابعاد الاخرى التي تريد تركيا. دكتور احمد، اذا كان العالم او البعض من العالم بيرى ان اردوغان مجنون ومختل، فكيفية التعامل مع هذا المجنون وهذا المختل وهو ينشر على قنواته الحكومية الرسمية خريطة توسعية؟ كيف يرى العالم فكرة التوسع والاحتلال، يعني فكرة الخلافة كيف يرى العالم، وماذا نفعل؟ يعني خلينا نقول بشكل صريح ان اللي بيحكم العلاقات الدولية دائما هي المصلحة والقوة، مصلحة كل دولة وحجم قوتها. أنا عاوز أطمن يعني المصريين إن إحنا حتى في منظومة القوة هناك توازن، ويمكن في العام الماضي كنا تقدمنا عليهم على تركيا في التصنيف
الجيوش والتصنيف العسكري. لدينا تحرك واستقرار داخلي تزداد معدلاته بشكل مستمر، في حين أن هناك حالة من عدم الاستقرار في تركيا سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي. لكن خلينا ناخدها من بعد قانوني أكتر. أعتقد أن هذه القناة باعتبارها قناة رسمية تركية، فيمكن لمصر الاحتجاج، يعني أن يتم الاحتجاج ضد هذا التصرف سواء على المستوى الثنائي مع تركيا أو حتى على المستوى الدولي من خلال يعني نقل هذا الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو حتى وإن وصل الأمر لمجلس الأمن، باعتبار أن هذا قد يدخل في باب العدوان وحتى وإن لم يتحقق على الأرض. الأمر الثاني أنه يمثل حالة من التهديد للأمن والسلم الدوليين، وده الهدف الأساسي اللي بيقوم عليه مجلس الأمن. لدينا خيارات كثيرة، وحتى الخيار العسكري عندما ندرس خريطة القوى ما بين تركيا ومصر أو ما بين تركيا والأطراف الأخرى، مصر والسعودية وسوريا والأردن وغيرها ما ذكر في الخريطة، أعتقد أننا يعني في تميز نسبي عن تركيا. ولكن طبعا نحن الدولة المصرية دائما لا تحبذ الخيار العسكري باعتباره أنه لا يصب في مصلحة الدولة المصرية من ناحية عوائد التنمية التي بدأنا نرى أنها يعني نحن في سبيل التنمية، وشفنا مشروعات حقيقية على الأرض. مصر بتنتقل الآن لنقلة تنموية جديدة، وحضرتك يعني تعلمي كثيرا الحديث عن المشروع القومي لتطوير الكرة المصرية، تنمية أكثر من 58 مليون مواطن، تنمية قاعدية، بنتحدث عن نمو احتوائي، يشعر المواطن بالتنمية، يشعر بالاستقرار، وبالتالي جبهة داخلية قوية، وبالتالي زيادة مضاعفة في عناصر القوى الشاملة كما يعني يسميها الخبراء الاستراتيجيين. نعم. طيب يعني حضرتك شايف دكتور أحمد أنه هذه الخريطة على القناة الرسمية التركية الحكومية من يعني من أردوغان هذا المختل وهذا المجنون، هل هو نوع من أنواع الاستفزاز جر الشكل زي ما بنقول يعني، أم هي رسالة واضحة؟ لا أعتقد أن هي يعني ذات بعد سياسي، يعني استخدام مسيس للأمر، لأن احنا يعني زي ما أضاف السابقين في هذه المداخلة يعني ليس هناك مجال للعودة للماضي. الحديث عن إمبراطوريات هذا الأمر قد انقضى، حتى بما في ذلك الولايات المتحدة. الولايات المتحدة والتي تعد الأولى عالميا في مستوى القوة سواء العسكري أو حتى بالأبعاد المختلفة، لم تستطع إقامة إمبراطورية. دخلت العراق ولم تستطع الخروج، دخلت أفغانستان ولم تستطع الخروج، وأصبح هناك الحديث دائما عن كيفية الخروج الآمن وكيفية الخروج بأقل الخسائر. وبالتالي يعني تركيا لا اقتصادها يسمح ولا علاقتها الآن في ظل يعني دعمها لجماعات إرهابية أو غيره يسمح بهذا الأمر. وأعتقد أن احنا عندنا ميزة إيجابية أن العالم كله سواء الاتحاد الأوروبي بدأ يفرض عقوبات على تركيا، الولايات المتحدة في ظل حتى عهد بايدن الجديد يتحدث عن اختلافات جوهرية في صفقة الاس 400 وفي غيرها من الموضوعات. وبالتالي الحديث عن يعني نوع من التميز التركي أو نوع من محاولة عودة الإمبراطورية، يعني بيسموه حتى في العلوم السياسية العثمانية الجديدة. أيوة. يعني هي محاولة لخلق وإعادة إنتاج الخلافة العثمانية. يعني ما كان قد كان ولن يحدث. وأعتقد أن القيادة السياسية في الدولة المصرية ومنظومة الأمن القومي المصري قادرة على مواجهة تلك التحديات، والمواطنين المصريين قادرين أيضا على فهم أبعاد القضية المختلفة، ولن يخضعوا لأي ابتزاز ولن يخضعوا لأي دغدغة للمشاعر والحديث عن خلافة إسلامية أو غيره. فهذا نوع من البؤس الفكري الأردوغاني. بشكرك دكتور أحمد الخطيب، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. أخبار بترد على تساؤل الناس أو ألاها بخصوص الامتحانات، وقالت أنه طارق شوقي حدد اليوم امتحانات على بكرة، يعني امتحانات الترم، خفض أيام الحضور للطلاب. البيتكوين
بيتكوين احنا متابعين الحركة الخاصة بيه تحديدا، انه بيرتفع ارتفاع جنوني، ارتفاع غير طبيعي، واحيانا ينخفض انخفاض غير طبيعي ايضا. مسألة البيتكوين بدأت ناس كانت متخوفة منها زمان اول ما بدأ، لكن يبدو ان الامر هيبقى واقع. يبدو، انا ما اعرفش ليه، لانه روسيا اليوم بتقول لحضراتكم، والخبر ده لفت نظري جدا، تقول لحضراتكم انه كندا وافقت على انشاء اول صندوق للبيتكوين في البورصة على مستوى العالم. يعني كندا بشكل رسمي اعلنت السلطات الكندية عن موافقتها على اطلاق اول صندوق استثماري لعملة البيتكوين في العالم. خلينا نعرف تفاصيل او الموضوع هيبقى رايح لفين، واحنا فين في مصر من هذه الجزئيه. رحب بالاستاذه رانيا الجندي خبيره اسواق المال. استاذه رانيا مساء الخير يا فندم. الو استاذه رانيا، استاذه رانيا معانا يا جماعه؟ حد يقول لي استاذه رانيا معانا؟ الخط فاصل. طيب نحاول نتصل تاني باستاذه رانيا، الدكتوره رانيا الجندي خبيره اسواق المال. لانه دكتوره رانيا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. دكتوره رانيا، كنا زمان نقرا الاخبار الخاصه بالبيتكوين ونقول دي عمره افتراضيه على منصات سوداء وهميه غير معروفه، وكنا نقعد نقول طب دي تبع الانو بنك مركزي، طب العمله بتاعت البيتكوين دي هتبقى عامله ازاي، طب اللي يخسر فلوسه تتعوض له منين، يكلم مين في العالم لو اتنصب عليه. كل دي كانت اسئله بنسالها الفتره اللي فاتت، وما زالت على فكره البعض منها من هذه الاسئله ملهاش اجابات الى الان. لكن النهارده وكندا بتعلن بشكل رسمي، اعلان رسمي من السلطات الكنديه على إنشاء أول صندوق للبيتكوين في البورصة على مستوى العالم، فهمينا بقى الموضوع. تمام يا فندم، هي فعلا السلطات الكندية أعلنت عن موافقتها عن إطلاق أول صندوق استثماري للبيتكوين، وهينزل باسم BTCC. نعم. ومش كندا صحيح. بس من الدول اللي هي وافقت على التعامل مع العملات الرقمية المشفرة، عندنا الولايات المتحدة، عندنا أستراليا، المكسيك، قبرص، عندنا الإمارات كمان، في دول كتير جدا ونيجيريا منها. لكن على الصعيد الاخر مثلا هنلاقي ان في دوله الهند من الدول اللي هي قالت ان هي هتسيب فرصه للمستثمرين ان هم يسيلوا يعني اصولهم اللي متكونه من عملات رقميه من 3 لـ 6 شهور. وطبعا الهند تعتبر ثاني دوله تقريبا من حيث عدد السكان. لكن مشكله البيتكوين دلوقتي ان هو ارتفع من ال 3000 دولار لفوق ال 48000 دولار. 40000 تصوري. يعني وكانه البيتكوين ده انا ما اعرفش مين صاحبه، ما اعرفش مين صاحبه. هل هو بيت من بيوت المال العالميه المعروفه، بيت جديد بالضبط يعني مين؟ خالص، ان هو في حد اخترع عمله البيتكوين وعمليه التشفير، عمليه التشفير ما هو مين الحد؟ ما هي دي ورا مين؟ برضو ده دي اسئله كلها ملهاش اجابات، يعني عارفه الفكره. هل الهدف منه ضرب الدولار، ضرب اليورو، ضرب كل العملات المركزيه؟ تمام كده، لاغلب الدول. خلي بالك ان هو غطاء ساتر بيغطي وراه عمليات ارهابيه، بيغطي وراه اسم الممول، مين المحول ومين المحول اليه. هو ساتر لعمليات كتيرة جدا، بس احنا دلوقتي خلينا نتعامل مع الواقع. بس ازاي دول كتيرة؟ تمام، يعني لازم اناقش حضرتك في اللي بتقوليه. حضرتك قلتي دول كتيرة قوي ابتدت تتعامل مع العملات الرقمية اللي هي البيتكوين، ومنهم الدول العربية. ذكرتي منهم كتير، ازاي وراء الستار بتتكلمي في تمويل ارهاب، بتتكلمي في هذه المنصات ما حدش عارف مين وراها، وفي نفس الوقت في عملية التحويل. لان احنا مثلا الفلوس اللي جاية لبره، يعني احنا في عندنا مغتربين كتير قاعدين جوه البلد دي من دول كتير زي سوريا، زي العراق، زي هم ما بيقدروش يستقبلوا تحويلاتهم من بره غير باجراءات حازمه جدا من البنك المركزي. فهنا بقى العملات الرقميه دي بتسهل عمليه التحويلات. طب ما هو يعني هي اتوجدت للطلب، الطلب ان انا عايز تحويلات يعني تتم في اسرع وقت ممكن بدون قيود. العملة الرقمية دي حققت ده في ظل ان احنا في جائحة كورونا، وفي ظل ان الاسواق اغلبها مغلقة اغلاق كامل او اغلاق جزئي. فجت عملة البيتكوين حققت جزء من ده، حققت من الطلب الاستهلاكي، وعملت ايه؟ عملت تسويق قوي جدا ليها عن طريق شركات عالمية
تمام عن طريق دول، عن طريق دول، الدول دي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية، تتمتع ان عملاتها عملات قوية، ان الشركات دي زي شركة تسلا العملاقة اللي هي بتصنع السيارات الكهربائية، ان هي تدخل تستثمر بمليار و500 مليون دولار في العملات الرقمية. تدخل كمان الماستر كارد، الماستر كارد ان هي تقول ان هي هتتعامل معاها، تعامل معاها في صندوق، الصندوق ده يشتري 500 عملة بيتكوين تقريبا فوق ال 23 يعني دولار. يعني فكرة الصندوق اللي اعلنت عنه كندا ده هيبدأ يحدد ملامح البيتكوين وما وراءه، او بمعنى ادق هل هيقلل المخاطر لما يبقى في صندوق للبيتكوين؟ ده ممكن يقلل المخاطر الكبيرة. يعني أنا مستغربة حاجة فيها ريسك كبير قوي قوي ومع ذلك في إقبال عليها كبير جدا. مش بس ريسك، يعني خلينا نقول مش بس ريسك، ده هي بتستهلك كهرباء أكتر من دولة الأرجنتين نفسها سنويا، يعني تقريبا بتستهلك 121.36 تيرا وات في السنة. هي مين؟ تستهلك البيتكوين، يعني تشفير البيتكوين دي تستهلك كهرباء أكثر من الكهرباء اللي بتستهلكها مثلا دولة كبيرة بتستهلك 121.36 تيرا وات في السنة. انت متخيلة فكمية إيران مثلا؟ لا أنا مش متخيلة حاجة خالص عشان تبقي ابعدي تخيلي عن اللي بيحصل. يعني ده بتستهلك اكتر من دولة الارجنتين كهرباء سنويا. ايران كان عندها انقطاع كهرباء متكرر بسبب كده، وبدأت تعمل ملاحقات امنية للي بيعدنوا البيتكوين في بلدها وبدأت تمنعه، الهند بدأت تمنعه، لكن في دول كثيرة جدا اقوى من الاقتصاديات دي اللي بتمنعه بتوافق عليه. في شركات عالمية حطت كل شهرتها وخبرتها وحطت منتجاتها، ومش بس كده، مش بس قالت ان انا هشتري بمليار و500 مليون، دي قالت كمان انا هسمح بشراء المنتجات بتاعتي، يعني السيارات الكهربائية اللي العالم كله هيبتدي يتوجه اليها بعملة البيتكوين. وفي عملات مسفرة كتير، والعملات المسفرة الكتيرة اللي موجودة غير البيتكوين غير البيتكوين زي لكن مثلا. تتوقعي انه البيتكوين هتبقى العملة العالمية الاولى؟ لو فيها حدود، يعني هو ابتدى دلوقتي يقول لك ان احنا لازم نعمل عليها ضرائب علشان لو في ضرائب هنبتدي ان احنا نحد شوية من يعني بس مبدئيا هي نازلة البورصة. هي مبدئيا طبعا في البورصات العالمية بتعامل معها أكبر الشركات والمتاجر اللي موجودة، وبعدين ده احنا بنتكلم بس خلال أسبوع، بنتكلم ماستر كارد، بنتكلم في كندا، بنتكلم في شركة تسلا، بنتكلم في تويتر، بنتكلم في كل دول بيأسسوا صناديق بيستثمروا في البيتكوين واحنا قاعدين بنتفرج. بعدين احنا المهم قوي ان احنا نقول ماستر كارد قالت ايه؟ قالت ان انا هبتدي أطرق أبواب جميع البنوك المركزية اللي بتتعامل أو عندها أو بتصدر لدولتها عملات رقمية. وإحنا البنك المركزي المصري أصدر قرار إن إحنا في صدد إنشاء عملة رقمية. فأعتقد إنه ده وقته، يعني إحنا يعني لازم أنا أعتقد إنه 21 هيبقى فيها مفاجآت كتيرة قوي بما فيها العملات، بما فيها لانه خلاص نازله بورصه، ويعني بما فيها العملات الافتراضيه اقصد والعملات الرقميه. لازم نتوجه للعمله دي وننشئ عمله مصريه، عمله رقميه مشفره، هتبقى تعاملاتنا يعني اسهل بكتير جدا، وفي نفس الوقت هنقدر نسوق ليها لبنوك عالميه زي ماستر كارد وغيرها. لازم هنواكب الاحداث اللي حاصله، بس هنواكبها بسرعه بوتيره اسرع من اللي هي تطلع 48,000 دولار. كتير قوي 48,000 دولار واحنا قاعدين يعني بنتفرج على ده، وبنتكلم انه هي كانت 16,000 دولار انه مش هتطلع في خلال شهرين. عماله تخترق كل يوم، بتخترق بس هي بتطلع وبتنزل، خدي بال حضرتك، ولسه لما تدخل البورصه يبقى ممكن تخسر وممكن بتنزل 10,000 دولار يا فندم في جلسه واحده. انت متخيله 10,000 دولار؟ يعني هي بتقلص الثروات. وعلى فكره لما كان الذهب طالع وصل لارقام قياسيه على مستوى العالم، على المستوى العالمي كان في رجال اعمال كثيره قوي قالت لازم نستثمر في الذهب فوق ال 2200 دولار. صحيح. دلوقتي سعر الذهب كام؟ 1800 دولار. ايه اللي حصل؟ التقرير الذهب العالمي قال ايه؟ قال انه تم البيع بنوك مركزيه وكانت اولهم دول كانت محتاجه لعمليه السيوله. احنا بنتكلم ان وقت الفقاعه الناس كلها بتشتري، بنبتدي العمله الرقميه دي
تسوق لنفسها عن طريق دول وشركات كبيرة جدا فيها شغل عالمية، عشان خاطر الأفراد يبتدوا يدخلوا تاني في الورقة تبتدي تخرج منه المؤسسات. في فقاعة في عملة البيتكوين، لكن العملة دي بتفيد ناس كتير جدا في عملية التحويلات، وبتأذي دول وبتأذي العملات. قيمة العملة بتاعتها الورقية يعني هتتدمر لو تم الموافقة على عملة البيتكوين من غير ما الدول تنسى عملة رقمية. هنتابع مع حضرتك، بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتورة رانيا الجندي. مرسي، أشكرك فندم. تفضلي. بمناسبة العملات وبمناسبة الأموال بشكل عام، الإخوان، ما احنا دايما نقول، أو أنا دايما أقول كده، إيه إنه ديل الإخوان عمره ما يتعدل، ولسه بنتكلم في دعمهم لمسألة التوسع ومسألة الخلافة لتركيا و يعني ملف مفتوح طول الوقت يعني. لكن كمان الفترة اللي فاتت أطلقوا إشاعات قوية جدا، من ضمنها إنه مصر مش قادرة تسدد ديونها، وإن هي غير ملتزمة بتسديد الديون. إزاي يعني؟ أنت عندك كمواطن بقى المفروض بيستقبل ده أو بيتابع القصة دي، أنت عندك دولة قريت كده إن هي اشتكت مصر بتسدد أقساطها في الميعاد بالساعة وباليوم. خليني أتأكد وأرحب بالأستاذ إيهاب سعيد، خبير أسواق المال. أستاذ إيهاب مساء الخير يا فندم. انت كمان مش كده وبس، لا ده انت كمان عندك اقبال غير مسبوق من المستثمرين الاجانب على السندات الدوليه المصريه رغم كورونا. استاذ ايهاب معانا ولا مش معانا؟ معاك يا فندم. معاك استاذ ايهاب. ازاي حضرتك فندم؟ مساء الخير. اهلا بيك فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ ايهاب. الاخوان عندهم اشاعه اطلقوها يعني من ساعات كده، بيقول لك ان مصر مش قادره تسدد الديون الخاصة بها. الخبر طلع بأنه مصر غير متعثرة في سداد ديونها وملتزمة تماما. نرد عليهم نقول ايه فن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة لو خبر زي كده طلع مش هنستناه نسمعه من الإخوان يعني. كان العالم كله بيتكلم عليه النهاردة يعني. فطبعا صحيح. المسألة طبعا يعني طبعا إشاعة زي أي إشاعة من اللي بتطلع كل شوية. عارف اللي هو يعني متآمر وهبل، عارف ده اللي ينطبق عليه الهال الإشاعة دي، متآمر وهبل يعني. اتفضل. فبالتالي الموضوع طبعا يعني ما فيش ليس له أي أساس من الصحة يعني. بالعكس الحكومة لما يعني بتدخل سوق السندات دلوقتي بتحقق يعني طلبات كبيرة جدا. احنا شفنا آخر الخبر بتاع طرح 375 مليون دولار. أيوة. يعني تقريبا خمس اضعاف الطلبات. نعم. كل يعني المعروض منها جاء للتغطيه، بينهم حوالي 50 او 60 مستثمر يمكن كمان جديد لم يدخل للاستثمار في ادوات الدين الحكوميه المصريه. أيوة. من قبل. بالاضافه الى ان حتى الاسعار الاسترشاديه اللي تم الفتح عليها سواء الاجل القصير او المتوسط او الطويل يعني كان ما تم الانتهاء عليه اقل منها بحوالي تقريبا ثلث في المية يعني، او اكثر من ثلث في المية بشويه كمان. فبالتالي دي كلها امور يعني بتنم عن ثقه كبيره جدا في الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين الاجانب في فكره الاقبال على السندات. ده طبعا مما لا شك فيه يعني، لان أيوة. احنا بنتكلم في 10 5 سنين و10 سنين و40 سنه. فده ده يعني ان دل على شيء فانما يدل على ان الامر او الخبر اللي بيشاع ده يعني منظور له بالضحك يعني، مش اكتر من كده يعني. نعم. فبالتالي الـ كل هذه الامور معناها في ظل ازمه الكورونا واحنا بنطرح سندات وبناخد اسعار فايده اقل من اللي كانت موجوده. بتشوفها ازاي على مستوى العالم دي؟ لا وكمان في سعر الفايده هو اللي بي يعني اللي بيفرق في السند انا بيعه بسعر فايده كام. أيوة. فسعر الفايده هنا لو احنا قارناه بالطروحات بتاعه 2019 و2020 هنلاقي ان في تراجع في سعر الفايده برضه بنسب جيده نسبيا بعيدا. أيوة. يعني عن قصه خفض الفايده الامريكيه او خفض الفدرالي الامريكي. نعم. باسعار الفايده قرب الزيرو. نعم. طبعا ده له اثر ايضا ما نقدرش ننكره، لكن احنا برضه في ازمه الكوفيد، ما زلنا في ازمه الكوفيد والعالم كله عنده ازمه، فبالتالي المفروض ان ده يطفي مزيد من التشكك على المستثمرين الاجانب. نعم. ومع هذا ما كانش موجود هذا التشكك واقبلوا على
الاستثمار في هذه الديون او الدين الحكومي. وعايز أأكد على نقطة برضو، دايما الناس بتتكلم على الدين الحكومي أو الدين الخارجي. أستاذن حضرتك بس خليني أقول للناس اليوم السابع كاتبة إيه بخصوص هذه الإشاعة. القول الفاصل في أكاذيب الإخوان عن ديون مصر، كاتبة إن المؤسسات الدولية تشهد للقاهرة بالاستقرار وتثبيت تصنيفها الائتماني عند وضع مستقر وسداد. معايا أستاذ إيهاب؟ معاك. وسداد 11.6 من 10 مليار دولار خلال 2020، وضخ 70 مليار دولار في مشروعات ضخمة وفرت ملايين الوظائف وحققت معدلات نمو مرتفعة. ده ردا على الأكاذيب الإخوان عن ديون مصر. تفضل يا فندم كمل. يعني زي ما قلت لحضرتك، هو من غير ما نقول احنا سددنا كام، احنا دخلنا سوق الدين دلوقتي حصل ايه؟ يعني احنا قدام نتيجة اهو. فسوق الدين ده لما احنا بندخله ونحصل على تمويل وطلب اكتتاب اكتر من المعروض بخمس اضعاف باسعار فائدة اقل من الاكتتاب السابق، ايا ما كانت الاسباب، ده وحده يعني يرد على هذا الامر. الحاجة الثانية ان الاجال الطويلة او الدين الخارجي المصري اللي هو يعني احنا بنقوله كرقم دايما كده اللي هو 123 مليار دولار، وبيبقى رقم يعني الناس بتاخده بشكل اصم. نعم. اكتر من 85% منه ديون طويله الاجل. ايوه. فالمخاوف دايما بتبقى من الديون قصيره الاجل اللي هي بتبقى. نعم. على الاجل القصير او السداد بتاعها. أيوة. بيكون على الاجل القصير، اما اللي. نعم. على الاجل الطويل فدي الى حد ما بتكون مطمئنه بشكل كبير، بالاضافه. نعم. الى اننا بنعيد هيكلتها كل شوية من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، سواء بقى بطرح سندات جديدة بفائدة أقل، فكل ده بيؤدي إلى إعادة هيكلة حتى الديون طويلة الأجل دي. فالمسألة. نعم. يعني ما هياش بالخطورة الشديدة، وزي ما قلت حضرتك في البداية خبر زي ده مش هنستنى نسمعه من الإخوان. شكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا. خبر كان موجود كمان اقبال كبير من المستثمرين الاجانب على السندات الدوليه المصريه رغم كورونا، كان موجود النهارده في اخبار اليوم. وبمناسبة الإخوان أو الجماعات الإسلامية ما فرقوش كتير عن بعض، بس لو حضراتكم تلاحظوا من بعد وفاة كرم زهدي، كرم زهدي كان رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، وتوفى يوم الأربعاء أعتقد، وأنا الأربعاء كنت بذيع حلقة كنت سجلتها في جبل الجلالة من المشروعات القومية العظيمة اللي اتعملت. بعد وفاة كرم زهدي انت بتتكلم بساعات او بتتكلم بايام قليلة او بعد وفاته مباشرة يوم الاربع، السوشيال ميديا اتقسمت على فكرة موت كرم زهدي. فريق اعتبر انه يعني بعد المعركة الكلامية دي على السوشيال ميديا، في فريق اعتبر كرم زهدي ده بطل، وقال هو بطل لأنه اعتذر عن العنف، وفريق تاني شافه منافق وخاين للجماعة الإسلامية، وفريق تاني أو تالت قال أنه مهما اعتذر ده الجرائم بتاعته جرائم فادحة وإيده ملطخة بالدماء والعمليات الإرهابية. الفكرة مش في كرم زهدي فقط، لكن هو كمان محور سؤالنا. الفكرة في إنه ليه لما حد بيموت من الجماعة، جماعة الإخوان أو الجماعة الإسلامية بيفتكروا ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي الإخوان دايما والجماعة الإسلامية دايما تنقسم عليه، يعني فكرة غريبة جدا طول الوقت على السوشيال ميديا. خليني أرحب عبر سكايب الأستاذ ماهر فرغالي، باحث في شؤون الجماعات الإسلامية. أستاذ ماهر مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عادل. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ ماهر، يعني للي ما يعرفش كرم زهدي، وأنا يعني أتصور إن ما فيش حد ما يعرفوش، لكن خلينا نقول للناس الأول من هو كرم زهدي، عمل إيه؟ كرم زهدي حاصل على معهد التعاون الزراعي من أسيوط، أسس الجماعة الإسلامية أو أحد مؤسسيها من جيل السبعينات، اللي هو بدأ في تأسيس هذه الجماعة. والجماعة الإسلامية دي كان اسمها الجماعة الدينية، تحول لاسمها الجماعة الإسلامية، وكانت تعمل معا الإخوان وهؤلاء الشباب معا في صف واحد أو في جماعة واحدة. بعد ذلك انفصلوا مع بعض،
انفصلوا عن بعض وأصبح كرم زهدي هو أمير الجماعة الإسلامية، وكان نجح إبراهيم هو أمير الجماعة الإسلامية في أسيوط. السبعينيات بدأوا الاتحاد مع تنظيم الجهاد أو جماعة الجهاد الإسلامي، وأسسوا مجلس شورى، كان كرم زهدي واحد من هؤلاء، ومحمد عبد السلام فرج وعبود الزمر وعمر عبد الرحمن كان هو رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. نعم. خططوا لقتل الرئيس الراحل أنور السادات وقاموا ماجد بأحداث. ماجد ما كانش معاهم؟ هو عاصم عبد المجد كان معاهم وعصام الدين دربالة، كان عدد عبد المجد كبير يعني وفاد الدولي وغيره، لكن كان كرم هو أبرز من فيهم، هو عبود الزمر ومحمد عبد السلام فرج. نعم. في حكم عليه ب25 سنة سجن، وخرج بعد إطلاقه لمبادرة وقف العنف في مصر. أنا سامع حضرتك. دي معلومات سريعة عنه يعني. عنه تمام. ليه بعد وفاته انقسم حواليه فكر الجماعة، جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية حول تصنيفه؟ البعض قال إنه ده خاين وعميل للجماعة، خان الجماعة، وقالوا ده كان دولجي، والبعض الآخر قال ده لا احنا ممكن نسامحه، ممكن يعني طالما إن هو اعتذر عن العنف حتى بعد اللي عمله وارتكابه من أخطاء، لا احنا ممكن نسامحه. فليه دايما في عركة بعد وفاة أي حد من الجماعات الإسلامية أو من جماعة الإخوان؟ نعم، هو أولا دخل الجماعة انقسمت فريقين، يعني الفريق الأكبر هو مؤيد لكرم زهدي، يعني حوالي 99% بيعتبره رائد في الجماعة الإسلامية ورجل رائع ورجل قام بمبادرة وقف العنف وهكذا. جزء كبير من الجماعة أيضا، جزء آخر اللي هو انقلب على مبادرة وقف العنف اللي أطلقها كرم زهدي، شايف أن كرم زهدي كان خاين وأنه تبع للدولة واتهموه بالعمالة للأمن وهكذا. وهذا الجزء معروف، يعني كان على رأسه طبعا عاصم عبد الماجد. هناك جزء خارج إطار التنظيم، يعني جزء الإخواني اللي هو شايف أن أي حد انحاز إلى صف الدولة بعد 30 يونيو فهو خائن، فدول بيهاجموا كرم زهدي باعتبار أنه هو أصر على موقفه بعد 30 يونيو ودعم الدولة المصرية. وهناك جزء من الناس لا يفهمون هذه الحالة وشايفين عندهم مقولة ساذجة بتقول أنه هو أي واحد ما بيتوبش من هذه الجماعات، فشايفين أن كرم زهدي مهما عمل ومهما تاب ومهما قدم ومهما استمر في طريق السلمية وطريقه مع الدولة فهو أيضا خائن وأيضا ارتكب عنف، وأنه لا تجوز له التوبة. نعم. فكل هؤلاء متصارعون على السوشيال ميديا حول كرم زهدي. لكن في الحقيقة كرم زهدي يعني برأيي الشخصي هو مرحلتين، مرحلة بدأت من سنة 75 إلى عام 95، وهي المرحلة اللي هو قاد فيها مسيرة الدم والعنف، يعني 20 سنة انتهت في نعم 20 سنة أيوة. 20 سنة ارتكب فيها العنف. نعم، لو حضرتك بتحلل كباحث يعني. نعم، أحداث عنف كتيرة كان أبرزها طبعا أحداث أسيوط ومقتل 114 من الجنود واغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وما بعد السادات، بعد ذلك في عصر الرئيس الأسبق مبارك، وهو العنف مع السياح، محاولة اغتيال عاطف صدقي، محاولة الاغتيالات كلها دي اللي تمت. كان طبعا هو مؤيد لهذا كله من داخل السجن. في 95 أطلق بدأ كرم زهدي وراجع نفسه مراجعة حسيسة وقوية، وتوافق هذا مع رؤية موجودة للراحل المرحوم الرجل الرائع اللواء أحمد رأفت، وكان مسؤول عن تطرف الدين، وكان يجلس مع كرم زهدي بالساعات. أحمد رأفت صاحب كرم زهدي. أحمد رأفت أستاذ ماهر صاحب كتاب البوابة السوداء أعتقد، مش كده؟ لا اللواء احمد رأفت ده كان مسؤول التطرف الديني في فتره حسني مبارك، هو مسؤول التطرف الديني في امن الدوله وكان يجلس مع كرم زهدي بالساعات الطويله وتحدث معه، وادرك ان كرم راجع نفسه مراجعه حقيقيه، وكرم زهدي اطلق مبادره بدون قيد او شرط مع الدوله المصريه، وقال ان انا دخلت الناس دي السجون وانا لازم اطلع الناس دي من السجون وان السادات شهيد. طب نكمل تليفون استاذ ماهر، يعني لو السكايب قطع بستاذن حضرتك نكمل تليفون. سامعني؟ نحاول نتصل تاني بالاستاذ ماهر. انا سامع حضرتك معايا. انا
أنا سمعني على التليفون كمان. تمام نكمل تليفون يا نكمل سكايب. طيب يلا. هو أدرك اللواء أحمد رأفت أنه يعني راجع نفسه مراجعة حقيقية وأطلق مبادرة بدون قيد أو شرط وقال أن الرئيس السادات شهيد. أعناصر الجماعة صاروا على هذه القولة لكنه أصر عليها وقال أن احنا أخطأنا خطأ كبير جدا في هذه الأحداث وبدأ في مراجعة نفسه. أطلقوا 5 كتب منها كتابة النصح والتبيين والمبادرة رؤية شرعية واقعية وهذه الكتب بدأت تدور على السجون وعمل ندوات داخل السجون بنفسه ووقف يخطب في جموع الناس داخل السجون وهذه المبادرة كانت رائدة في الوطن العربي يعني عممت في ليبيا عممت في السعودية في جلسات المناصحة وهذه الكتب بالفعل كان لها إسهام كبير جدا في وقف العنف في مصر. كرم زهدي ساهم في وقف العنف في مصر منذ عام 2001 وحتى ما بعد 25 يناير أما ما بعد 25 يناير فانقلبوا عليه بعد ذلك وأقلوا من الجماعة وهاجموه واتهموه بالعمالة الأمن لكنه أصر على موقفه وأصر على رؤيته في دعم الدولة المصرية وده يمكن سر من أسرار الهجوم عليه اللاذع جدا من فريق كبير جدا شايف أن أي حد بيوقف مع الدولة المصرية فهو عميل للأمن وهو يعني لازم يهاجم بضرورة. عاصم عبد الماجد قال ايه فيه كان مع انهي راي؟ عاصم عبد الماجد حاليا في الفتره الاخيره يعني معزول بشكل كبير من الجماعه، قامت الجماعه الاسلاميه بالضغط عليه وعزله واجباره على عدم الادلاء باي تصريحات او اي بيانات لانه في الفتره الاخيره اثار لها مشاكل كبيره جدا وهو مقيم في قطر واطلق ما يسمى مراجعات جديده. يعني عاصم متغير ومتردد ومتذبذب طوال الوقت، فهو اطلق مراجعات جديده قال فيها ان الجماعات لابد ان تحل وما فيش حاجة اسمها عمل جماعي وان احنا لازم نأتي وراء الشعب ولا نأتي في مقدمة الشعب. الرئيس الراحل حسني مبارك قال دول شوية عيال. قال الرئيس الراحل مبارك كان في عام 97 أطلق كرم زهدي مبادرته لوقف العنف ولكن رفاعي طه ومصطفى حمزة رئيس الجناح العسكري كانوا في أفغانستان في هذا الوقت وعملوا حادث الأقصر في عام 97 قتلوا فيه 94 سائح. فبعد إطلاق ناجح إبراهيم وكرم زهدي للمبادرة لإفشال هذه المبادرة الأمن المصري أدرك أن مصطفى حمزة يريد إفشال المبادرة وهو رفاعي طه، لكن طبعا الرئيس قال ساعتها دول شوية عيال وما ينفعش أن احنا نعمل معهم هذه المبادرة ولا نقبل هذه المبادرة. وتوقفت مبادرة وقف العنف بفعل رفاعي طه حتى عام 2001 حتى 11 سبتمبر وبعد ذلك أعاود كرم زهدي إطلاق المبادرة من جديد بدون قيد أو شرط وأقال رفاعي طه وتم القبض عليه فيما بعد في سوريا وتسليمه إلى مصر وصارت ندوات تصحيح المفاهيم داخل السجون المصرية. وبالفعل نجح كرم زهدي في إرجاع ما يوازي فوق 90% من أعضاء الجماعة عن العنف وعن ارتكابهم العنف حتى هذه اللحظة. وبناء عليه حضرتك كيف ترى كرم زهدي؟ أنا كرم زهدي إن كان يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا إن كان قام بسيئات كثيرة وفعل أعمال عنف كثيرة فهو حاول يعني أن يتوب، قدم توبته، راجع نفسه، عمل كتب للرد على كل أفكاره اللي هي قتال الطائفة وتكفير الحكام وجاهلية المجتمع وغيرها، وعمل كتب مضادة لهذه الكتب أشرف عليها بنفسه وأشرف على ندوات تصحيح المفاهيم وأخرج الناس من السجون وساهم في مساعدة الناس واحتواء هؤلاء الناس وحل مشكلاتهم حتى لا يعودوا للعنف من جديد وبدعم من اللواء الراحل المرحوم أحمد رأفت. وانتهى ذلك إلى إرجاع عدد كبير جدا من هؤلاء الناس عن ارتكابهم لأعمال العنف والأعمال الإرهابية. فأنا شايف أن أعماله الأخيرة كانت أعمال تشفع له وأعمال رائعة في صف الدولة المصرية خاصة بعد 30 يونيو ووقوفه مع بيان الجيش ومع بيان 3/7 ومع الرئيس السيسي. فأنا يعني بحبس أن احنا يعني نشكر كرم زهدي على هذه الجهود الأخيرة ونتمنى أن يقوم الجميع بمثل هذه الجهود لوقف العنف ولإرجاع هؤلاء ولتصحيح مفاهيم جميع هؤلاء الجماعات. شكرك فندم، شكرك شكرا جزيلا. كان معنا أستاذ ماهر فرغلي عبر سكايب.
في خبرين تاني كده هقولهم لحضراتكم سريعا قبل ما اشكركم واختم، لكن خليني اراجع تاني وبعد اذنك احمد نحط التليفونات التواصل مع برنامج صالة التحرير، الاتصال من اي محمول على 5724 وايضا الاتصال من اي خط ارضي على 09774 او ابعت رسالة على رقم 2320. احنا هنحاول بقدر الامكان نحل مشاكل حضراتكم، وهيبقى عندنا فقرة ثابتة يوم الاثنين لحل المشاكل. الخبر التاني اللي عايز اقوله لحضراتكم الضرايب بتقول انه غدا آخر المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير. وعايز أقول لحضراتكم كمان يا جماعة أرجوكم بمناسبة النهاردة أول رجب، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، كل المصريين طيبين، من فضلكم عايز أقول لحضراتكم كلمة. إعلانات عمرة شهر رمضان على السوشيال ميديا إعلانات وهمية ولا أساس لها من الصحة. تاني بقول لحضراتكم، إعلانات العمرة الخاصة بشهر رمضان على السوشيال ميديا، هذه الإعلانات إعلانات وهمية ولا أساس لها من الصحة. أشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى اللقاء.